انضم الينا من القاهره حمدي الجمع، رئيس القسم السياسي الاقتصادي بالاهرام العربي للتعقيب والتحليل حول هذا الموضوع. مرحبا بك معنا سيد حمدي. في البدايه، ما الذي دعم هذا التراجع في اهلا، عجز مساء الخير. المعاملات الجاريه؟ اهلا بك. في البداية لابد من التأكيد على أن كافة المؤشرات التي أطلقها البنك المركزي وكشف عنها بالأمس هي مؤشرات جيدة جدا في كافة القطاعات ما عدا الميزان التجاري. وأنا هنا بصدد أني أشرح الفرق ما بين فائض ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري. فائض ميزان المدفوعات 12.8 من 10 مليار دولار، يعني أن كافة التزامات الدولة المصرية هناك فائض فيها 12.8 من 10. ماذا عن أما الأسباب العجز سيد التجاري حمد؟ يعني أن الفرق بين بالضبط الفرق بين الإيرادات والواردات هو تمام. 37 مليار. الأسباب متعددة وأهمها كما أشرت حضرتك هو ارتفاع كافة المؤشرات. لو أشرنا مثلا إلى مناخ الاستثمار، لو أشرنا إلى ارتفاع عائدات قناة السويس من 4.9 من 10 مليار دولار العام الماضي إلى 5.7 من 10 حاليا، لو أشرنا إلى ارتفاع معدلات السياحة إلى 7.4 من 10 من 1.6 من 10 العام الماضي، حضرتك أشرت إلى تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 26 مليار، وهذا مبلغ كبير جدا. صافي بالنسبة للصادرات ارتفعت من 21 ل 26.5، بإضافة إلى الاستثمارات في الأوراق الأجنبية 12 مليار واحد من 10. كذلك التزام البنك المركزي هذا العام كان 3.1 من 10 مليار دولار، لكن صافي الاستخدامات كان 8.9 من 10، فبالتالي خف العبء على البنك المركزي تجاه العالم الخارجي. كل هذه المؤشرات بالتأكيد مع وجود المؤشرات القومية، مع خلق فرص عمل، مع أن مصر كانت حتى شهرين ماضيين كانت من أهم الأسواق الناشئة وكان معدلات الارتفاع في البورصة عالية جدا. طيب، لكن في كانت ظل الأسواق في الناشئة ظل وأزمة تركيا ما وأزمة تواجهه الأسواق الأرجنتين. الناشئة من تحديات أزمة تركيا أو الأرجنتين ومساعي رفع الفائدة على مستوى العالم، هناك تراجع في صافي الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة كما جاء في بيان البنك المركزي. الفترة الأخيرة ما هي الأسباب؟ صحيح. وهل يوجد في الاقتصاد المصري من عوامل تقيه أثر هذه التقلبات والتحديات التي تشهدها الأسواق الناشئة؟ بالتأكيد هناك عوامل كثيرة، لكن الأهم أن ما حدث ليس بفعل خلل في الاقتصاد المصري أو خلل في الاقتصاد الناشئة في العالم، سواء الأرجنتين أو جنوب أفريقيا أو مصر أو ربما تركيا لديها مشاكل، ولكن هذا بفعل الدولار، بفعل سياسة ترامب، بفعل ارتفاع الديون الأمريكية إلى 21 تريليون تقريبا، 20 تريليون دولار بالنسبة لبريطانيا فرنسا، كل الدول الغنية بالتأكيد لديها ديون كثيرة جدا. كذلك ارتفاع سعر الفائدة على الدولار أدى إلى رغبة المستثمرين وخاصة الأموال الساخنة من الهجرة من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكي. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد المصري لا يوجد سبب ولكن مباشر إلا ربما ارتفاع انخفاض سعر الفائدة. وكنت أتوقع أن البنك المركزي في الشهر المقبل أو الشهر بعد المقبل سيرفع سعر الفائدة إلى 20% أو العودة إلى 20%، لأننا اليوم نبيع السندات ب 19.75 ب 19.5، فبالتالي عندما نصل إلى سعر فائدة 20% بالتأكيد سنحافظ على لدينا تكون من متناسبة مع الأسعار العالمية. مصر تعتزم طرح طرح 4.5 من أسهم الشرقية للدخان في البورصة قريبا، وهي شركة رابحة جدا بالأمس حققت 4.2 مليار جنيه، فبالتالي هناك بعض الشركات الرابحة ستعيد الاستثمارات الأجنبية، لأن من يريد أن يحقق ربح عالي في من خلال البورصة سوق المال المصري عليه من الدخول في الطرح الأولي سواء الشرقية للدخان أو بعض الشركات نعم الأخرى التي تعتزم الخاصة المتعلقة بالبترول التي تعتزم الدولة المصرية ضخها أو طرحها في البورصة، ربما تأجل الربع الحالي ربما في الربع الأول من العام المقبل حتى تعود الاستقرار إلى الأسواق الناشئة. أشكرك جزيلا الشكر حمدي الجمل، رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي. شكرا جزيلا لك.